بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض في الجزء الثاني من بارت 4 اللي كله بيتكلم على الاناليسز. هنا بيتكلم على حاجه اسمها statistics for descriptive analysis، الاحصاءات في الديسكريبتيف اناليسز اللي هي التحليل الوصفي. التحليل الوصفي هو قسمه هنا على 3 حاجات: حاجه اسمها distribution، ازاي بوصف حاجه متوزعه، حاجه اسمها central tendency اللي هي زي ما بيقولوا نزعه مركزيه، حاجه بيدور على حاجه فيها مركز، هنشوف دلوقتي مثال عليها، والdispersion التشتت. ادي مثال بسيط قوي. هو بيقول اول مثال النورمال ديستريبيوشن، انا دلوقتي عندي مجموعه طلبه وليهم درجات، انا عايز اعرف كيرف ليهم يوضح توزيع الدرجات بتاعتهم قد ايه. فهنا مثلا على سبيل المثال عامل الدرجات من 0 ل 100، واضح ان التوزيعه ماشيه بالشكل ده، كيرف ماشيه بشكل كيرف عادي، فده اللي هو بيسموه النورمال ديستريبيوشن. طب هل ممكن اوضح الاناليسيس بتاعتي بشكل تاني او اطلع الاحصاءات بشكل تاني؟ قال لك اه، لو انا هعملها باستخدام الاجريجيشن، هي نورمال ديستريبيوشن اه بس معاها اجريجيشن. هنا اللي حصل ان نفس الكيرف بس اتغير، بدأ تعمل فئات. يعني هنا عمل فئات، لو هتلاحظوا فئة اللي جاية من 1 ل 10 كام طالب، اللي جاية من 11 ل 20 كام، اللي جاية من 21 ل 30 قد ايه، هو تقريبا نفس الكيرف بس عمله باحصاءات ووزع الدرجات على القيم بحيث ابقى شايفها. يعني هنا انا مش شايف الارقام بشكل واضح، انا شفت الكيرف اه بشكل عام، لكن انا بالاجريجيشن لا، هنا البلوت بتاعي او الشكل بتاعي بيقترح الدرجات من كام الى كام. ده بالنسبه للديستريبيوشن بنوعين. السنترال تندنسي اللي هو حاجه مركزيه، السنترال تندنسي 3 حاجات: المين اللي هو المتوسط معنى صح، الميديان، الميديان اللي هي القيمه المنتصفه، يعني هنا الميديان بتاعنا على سبيل المثال 50 اللي هو القيمه المنتصفه، تمام. المود هي اكتر قيمه بتظهر بشكل متكرر، is the most frequently occurring value in the set، ايه اكتر درجات بتيجي دايما الناس بتجيبها، فكده نقدر برضو اناليسز رقميه كلها مالتيبل تشويس واضحه جدا، تمام. طيب اخر نوع اللي هو الديسبريشن اللي هو التشتت. هنا في التشتت بيقول ان الديسبريشن از داتا سيت او انديكيشن، يعني هو مؤشر على كيفيه انتشار القيم حوالين السنترال تندنسي. يعني هنا على سبيل المثال بيقول ان المين 50، متوسط ب 50، الدرجات منتشره حوالين المين ده بقد ايه، تمام. فالمؤشر اللي بيقول انتشار الدرجات حوالين المين قد ايه ده اللي احنا بنسميه الديسبريشن. اشهر المعايير في الديسبريشن بيقول there are 3 common measures، في 3 مقاييس بالنسبه لي. الرينج، الرينج يعني ايه الرينج؟ الفرق ما بين اعلى قيمه واقل قيمه، is the highest value minus the lowest value، هي اعلى قيمه minus lowest value، الرينج بتاعي من كام لكام. الفارينس اللي هو التباين، او مش هقول الاختلاف، التباين متباينه في قد ايه، والستاندرد ديفيشن الانحراف. الاثنين دول مع بعض، الاثنين مع بعض بيقول ذا فاريشن اند ريليتد ستاندرد ديفيشن، الاثنين دول يعتبروا مقياس لهاو سبريد اوت اراوند ذا مين، الناس بتنتشر بقيمه قد ايه، دي قيم بقى فعليه منتشره قد ايه حوالين المين، اقل من المين بقد ايه واكبر من المين بقد ايه، والاختلافات ما بينهم. نيجي لنقطة تانية بعد كده اللي هي بنسميها احنا الكوريليشن، او اللي هي ليها الحاجات اللي ليها علاقة ببعض. كلمة كوريليشن يعني بربط عناصر ببعضها. فهنا بيقول الكوريليشن از سنجل فاليو، يعني هي قيمة واحدة، ولكن القيمة الواحدة دي بتصف قيمتين متغيرين لعلاقتهم ببعض ايه، هاو ريليتد تو فاريبلز ار. يبقى تاني مرة، الكوريليشن هي قيمة واحدة بتطلع بتربط لي قيمتين مختلفتين عن بعض. مثال على سبيل المثال الرسمة اللي قدامنا دي اللي هي بتتكلم على الكوريليشن، انا عندي اكس وواي، التو اكسس او التو دايمنشنز بتوعي، المارك الاكس والواي الايدج، وحاطط نقاط. هي كل نقطه هنا بتعني ايه؟ النقطه هنا ليها علاقه بالدرجه لما تنزل على محور اكس، وليها علاقه بالايدج لما تنزل على محور واي. يعني مثلا انا لو في الشكل في المنظر ده، تفتكروا مين جايب اعلى درجه وعمره قد ايه؟ واضح ان اللي جاب اعلى الدرجات هو اللي هو اكبرهم عمرا، يعني واحد هنا الدرجات كل ما بتزيد هي ماشيه يمين، اكبر واحد جايب درجة اللي هو ده، تمام. طب في العمر قد ايه؟ مش اكبرهم، لا يعني تعتبر عمره اقل شوية من الكبير، لان اعلى عمر اللي هي النقطة دي، ده اكبر ايدج، فجايب درجة اقل شوية. بس من الواضح ان الدرجات كل ما بتزيد الدرجة كل ما العمر كمان بيزيد، فكده انا بنقطة واحدة او بقيمة واحدة هنا اللي هي الكوريليشن قدرت اربط عنصرين مختلفين ببعض. هيبدأ يتكلم على حاجة اسمها السيجمنتيشن او السيجمنتنج داتا سيتس، تقطيع. What and why؟ ايه التقطيع ده بقى؟ بيقول ان data segmentation الداتا is split into separate partitions. دلوقتي انا عندي database كبيرة جدا في شركة مالتي ناشونال مثلا، وفيها الاف الموظفين، هل من المنطقي احطهم كلهم في سيرفر واحد ولا ممكن اوزعهم احسن او اعمل لهم segmentation؟
قال من الافضل كل ما الداتا بتزيد كل ما ابدا اعمل سيجمنتس مقاطع، اخد الداتا وابدا اقطعها. فهنا بيقول الداتا سيت از سبليت، بيتم تقسيمها الى سيبريتد بارتيشنز، الى مجاميع مختلفه، بيزد اون بروبرتيز، بناء على الخصائص، شيرد باي اول ممبر اوف ايتش بارتيشن. والمقاطع دي بالرغم انها متجزئه بس بيتشارك فيها كل الناس. اكبر مثال واسهل مثال بالنسبه لنا البنوك. البنوك بتعمل ايه؟ عندها الاف العملاء، هل بتحط بيانات العملاء كلهم في مكان واحد؟ لا، بيانات العملاء بتكون متوزعه. طب هما ليه عاملين سيجمنتيشن؟ واخدين بالكم من كلمه سيجمنتيشن؟ ان انا بوزع العملاء على الفروع، كل عميل بياناته الرئيسيه موجوده في فرع، موجود في فرع بس هو يقدر يقوم باي اكشن هو عايزه من اي فرع تاني. ليه؟ لان البيانات متشاركه. هي سبليتد في الداتا بيز بس كل الناس يقدروا يتشاركوا فيها. تاني مره الجمله، الداتا سيت از سبليت انتو سيبريت بارتيشن، بقطع الداتا اللي عندي مجموعه من البارتيشن، وكل بارتيشن بناء على الخصائص بتاعته، تمام؟ وايضا اقدر اعمل لهم شيرنج باي اول ممبر اوف ايتش بارتيشن، يعني اقدر اتشارك او اشارك البيانات اللي في كل بارتيشن مع الناس كلها. وفي الحاله دي بيقول one or more operations can then be applied to each partition، فاقدر اعمل operations على partition وما في ما اعملش operations على partition تاني، بحيث اقل الترافيك شويه، اقل الازدحام، على بدل ما يكون عندي سيرفر واحد عليه كل الترافيك، عليه كل الازدحام وعليه كل الطلبات، لا انا بوزع الداتا بتاعتي على السيجمنتس، تمام؟ هيتكلم برضو في السيجمنتنج، بيقول سيجمنتنج داتا ان ذيس واي كان هاف تو اناليتيكال بيربسز، يعني الموضوع تجزئه البيانات ده له غرضين في التحليل. اولا لوكينج فور اذر شيرد كاركترستكس اوف ايتش جروب، ان انا لما هيكون عندي الداتا بتاعتي متجزئه او متوزعه، كل جزء هيكون ليه خصائص اقدر اشاركها مع الجزء التاني. على سبيل المثال عندي شركه ليها 4 فروع، تمام؟ فبدل ما حطيت البيانات كل الموظفين والمبيعات في فرع واحد، قسمت المبيعات ما بين الفروع. فلما اجي اعمل تحليل، هعمل تحليل لكل فرع واشوف خصائص كل فرع لوحده، وفي نفس الوقت كل الفروع تقدر تشوف التحليل النهائي ده بتاع كل فرع. فهنا مثال، انا قسمت المبيعات بتاعتي سواء على حسب الشهر، على حسب الفرع، على حسب الموظف، من السيجمنتس المختلفه، وكل الناس تقدر تشوف التحليلات النهائيه دي، تمام؟ ايضا من ضمن مميزاتها او من ضمن اغراضها bringing out similarities and differences between the groups، واقدر اطلع اوجه التشابه واوجه الاختلاف ما بين كل جروب. فهنا على سبيل المثال بيقول sales data could be partitioned by region، يعني عمليه المبيعات تقدر تتجزأ عن طريق الريجن، يعني قسم، او بالشهر، او التيم ممبر زي ما قلت، يا اما اعمل مبيعات للقسم او لكل شهر مبيعات قد ايه، او على حسب بقى كل فرد او كل موظف عمل مبيعات قد ايه. فكل دي تعتبر اناليسيس بس معمول لها سيجمنتيشن. هيبدا يشرح موضوع السيجمنتيشن بالاس كيو ال، لان دي احلى حاجه ان احنا نطبقها عمليا بحيث اشوف ايه القصه بتاعتي. فانا بي يوزنج اس كيو ال اتس ايزي تو سيلكت ذا روز اوف داتا فور داتا سب سيت ذات وي ار انترستد ان، يعني باستخدام الاس كيو ال انا اقدر بسهوله جدا اختار الصفوف اللي انا حابب اعمل لها اناليسيس. على سبيل المثال الكود ده بيقول سيلكت ستودنت اي دي، هيطلع ارقام الطلبه، وافريج مارك فروم اكزامز، من جدول الاكزامز، وير الستودنت اي دي بتساوي اس تي 233. الكود ده ببساطه شديده بيعمل ايه؟ اول حاجه سيلكت قلنا بيختار العمود، اختار عمود ستودنت اي دي، وعمل عمليه المتوسط للدرجه بتاعته او للدرجات بشكل عام. هو الكود كده غلط على فكره، ناقصه حاجه بس مش مشكله. طيب هو الافرج كده هيتحسب لمين؟ الافرج هيتحسب لكل الدرجات، وده مش وده غلط. يعني ايه علاقه طالب ما بمتوسط الدرجات؟ ولذلك هو قال له لا، انا مش هعمل متوسط الدرجات لكل الطلبه. جاء عند بعد الفروم قال فروم اكزامز، من جدول اسمه اكزامز او اكزامينيشن زي ما جربناه في العملي، وير، بشرط ان رقم الطالب اللي انت بتدور على الافرج بتاعه يكون اس تي 233. كده في الحاله دي اللي هيحصل كالتالي، ان هو هيحسب الافرج في كل المواد لذلك الطالب، ويطلع لي الافرج للطالب اللي رقمه اس تي 233. يبقى هو هيحسب الافرج فقط للطالب ده. يعني هو كده عمل سيجمنت، اخد جزء مش الكل، وعمل بالرغم ان الطالب ده ممكن يكون مسجل اكتر من ماده، بس انا اقتطعته، اقتنسته كده، اخدت منه جزء الطالب ده وحسبت له الافريج، تمام؟ طب هل ينفع اخد نتيجتين مع بعض؟ يعني هل ينفع احسب 2 افريج لطالبين مختلفين؟ ممكن. الكود اللي فوق ده هو نفسه اللي فوق، حسب المتوسط درجه، متوسط درجه طالب لرقمه 233. طب والكود اللي تحت ده نفس الكود بالظبط، بس المره دي لطالب تاني خالص،
طب ما دول كودين مختلفين. في عندنا اوبريتور مهم قوي هندرسها مع بعض برضو في سيكشن اس كيو ال، اسمها يونيون. امر يونيون في الرياضيات اسمه اتحاد، يعني بيجمع، يعني في الاخر وفي الاول الامر ده هيجتمع مع الامر ده وتطلع في الاخر صفين، طالب رقمه اس 233 ومتوسط درجاته، وطالب اسمه اس تي 133 متوسط درجاته. كده يبقى انا عملت سيجمنتنج لعنصرين مختلفين بس في نفس العمليه الحسابيه. تمام. طيب هل اقدر اعمل سيجمنتنج بطريقه تانية؟ قال لك اه. طيب ايه هي؟ قال دلوقتي لو انا، شوف انا هسال السؤال بالعربي، انا هنا حسبت متوسط درجه طالب 233 وهنا حسبت المتوسط لل 133، ايه ده؟ طب فرضا انا عايز اعرف متوسط درجات الطلاب كلهم، هل بقى اقعد اكتب يونيون رقم الطالب اللي بعده؟ تخيلوا لو انا عندي 200 طالب ولا 300 طالب، هيبقى فيه كام سطر اوامر؟ مش منطقي خالص. انا عايز احصل على متوسط درجات الطلاب كلهم. طيب ازاي؟ قال نفس الكود لغايه كلمه exams، نفس الكود هو هو، طلع رقم الطالب من غير تحديد رقم ومتوسط درجته from exams، بس كده الكود ده غلط. ليه غلط؟ هنعرف بعد كده ان الاجريجيتد فانكشن اللي هي العمليات الحسابيه زي الافريج والماكسيموم والمينيموم والسم، العمليه دي احنا قلنا انها بتطلع كام قيمه. يعني انا دلوقتي لو عملت راننج للكود بالافريج مارك، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع قيمه واحده. طب عمود الستودنت اي دي ده بيطلع كام قيمه؟ قيم متعدده. طب ده اذا كان هيطلع قيمه واحده وده بيطلع قيمه متعدده فغلط مش صح. تعال نجربها عملي. تمام، تعال نجربها عملي كده نشوف ايه اللي هيطلع بالظبط. هنفتح برضو الكود، انا كنت مجهزه اهو سيلكت ستودنت اي دي وافريج مارك. طيب تعال نشيل الافريج مارك دي دلوقتي. تمام، عرضت رقم الطلبه من جدول اكزامينشن وهعمل راننج، طلع معايا ان اللي امتحنوا 6 طلاب. تمام، طب ممكن اعمل طبعا عشان برضو الناس تبقى شايفه ده الجدول كله، لو عملت سيلكت ستار فروم اكزامينشن ده الجدول كله. طب لو انا شلت دي وحطيت الافريج اي في جي للمارك، تفتكروا كام قيمه هتطلع؟ هو عندي ست قيم اهم، او 6 درجات، او 6 طلبه بست درجات، وقلت له انا عايز متوسط درجات. طبعا هيحسب القيم دي كلها ويطلع قيمه واحده فقط لا غير، اهي طلع 59.8، دي متوسط الدرجات. طب انا عايز اعرف متوسط درجه طالب معين، هقول له ستودنت، العمود اسمه ستودنت اي دي وعملت كوما واعمل رننج، ايرور مباشره. قال لي ايرور ليه؟ قال لي انك ما تقدرش تعمل عمليه حسابيه فيها قيمه واحده مع عمود بتطلع فيه القيم مشتركه او يعني متعدده، ده غلط. طب اعملها ازاي يعني؟ قال لازم تعمل حاجه اسمها جروب باي. ايه جروب باي دي؟ فئات. جروب باي امر بيستخدم لعمل فئات. تمام، بتعمل فئه بناء على ايه؟ بتعمل فئه بناء على العمود اللي بيتكرر بياناته. ما انت ما عندكش مشكله في الافرج، الافرج هي ماشيه ستريت طول عمرها. تمام، لكن المشكله عندي في العمود اللي بتتكرر بياناته، ما ينفعش عمود تطلع فيه بيانات متكرره او متعدده مع عمود بتطلع قيمه واحده الا لما استخدم امر اسمه جروب باي. طب جروب باي مين؟ جروب باي العمود اللي عليه التكرار. تمام، او اللي هو بيتكرر. طبعا طلعت هنا 4 بس، لان في واضح ان في طالب او طالبين اتكرر بياناتهم. يعني احنا كان عندنا الاجمالي، تعالوا نشوفها كده اهي، سيلكت ستار فروم اكزامينشن، سوري، هنا على سبيل المثال سي 4 ده الطالب رقمه سي 4، سوري ده السي 4 دي الماده، الطالب اللي رقمه اس 9 امتحن 3 مواد، اس 9 امتحن ماده سي 4 وامتحن ماده سي 7 وامتحن ماده سي 2، يعني متكرر 3 مرات. عشان كده لما حسب الافريج اعتبر الثلاثه دول واحد فحسب لهم الافريج، يبقى كده 3 في 1 يبقى فاضل 1 2 3 واللي متكرر يبقى 4. عشان كده فعلا طلع 4 قيم فقط لا غير، لان اس الرقم الطالب اللي متكرر مش هيكتبه اكتر من مره، هو عايز يحسب له المتوسط بتاعه في كل المواد بتاعته فما حصلش تكرار. تاني مره. دلوقتي احنا عندنا هنستدعي جدول الاكزامينشن. تمام، سيلكت ستار فروم اكزامينشن، عمود الطالب عندي اس 7 اس 9 اس 9 اس 10 اس 5 اس 9، اس 9 ده امتحن 3 مرات، يعني هو هيحسب المتوسط بتاعه، هيجمع 63 و71 و56 ويقسمهم على 3، المتوسط المجموع على العدد. بالنسبه ل7 ما امتحنش غير هو امتحان واحد فهيطلع نفس الدرجه.
اس 10 هتطلع نفس الدرجة تمام، واس 5 نفس الدرجة، لكن مين اللي هيحصل له متوسط وهتتغير قيمته؟ الاخ اللي اسمه اس 9 على اساس ان هو امتحن اكتر من مرة تمام. اهو اس 7 فعلا نفس درجته، اس 10 نفس درجته، اس 5 نفس درجته، مفيش غير هو اس 9 بس اللي حصل الافريج بتاعه. فهنا في الحالة دي المفيد في الموضوع ان امر جروب باي بيستخدم ان انا اعمل فئة على حاجة بتتعدد بياناتها، وعادة اللي هي بالبلدي كده لما كنا بنيجي نشرحها بنقول يا جماعة أول ما نلاقي عملية حسابية أيا كانت نوعها وفي عمود عادي معاها، يا إما نحط شرط بالوير يا إما نحط أجروب باي. لازم أي عملية حسابية لو ظهرت لوحدها العملية الحسابية بعد أمر سيلكت مفيش مشكلة. يعني لو أنا قلت له أهو أفريج من غير عمود عادي مفيش مشكلة، هات راننج عادي مفيش مشكلة، لكن أول ما أحط عمود تطلع الإيرور على طول. ومن غير جروب باي طبعا ادي الايرور مباشره، يا اما احط وير يا اما احط جروب باي. بس بعد كده دخل في موضوع شبه السيجمنتيشن شويه بيسموه بيننج. بيننج جايه من بين اللي هو باسكت، يعني شبه السيجمنتيشن بس هنا بيقول البين اور سام تايمز ا باسكت سواء دي او دي، الكلمه دي ار يوز تو سبليت اب ا كونتينوس رينج انتو ا سيت اوف ديسكريت، يعني بتستخدم لتجزئه مجموعه متسلسلة من الأرقام أو من البيانات إلى مجموعة متقطعة، والمجموعة المتقطعة دي نون اوفرلابنج. يعني ايه نون اوفرلابنج؟ يعني مش فوق بعض، مش متقاطعين، دول مختلفين. ذات كفر ذا فول رينج، اللي بتغطي الرينج كله. على سبيل المثال أنا لو عندي درجات، الدرجات دي عايز أوزعها جريدز زي ما أنتم بتجيبوا إن شاء الله إيه كلكم، إيه من كام لكام؟ هنقول إيه من 90 ل 100، البي من 85 ل 90، البي ماينس، وهكذا. ده رينج متواصل وانا عايز اقسمه، يبقى انا هعمله في بينز تمام او بيننج. طب ايه البيننج هتفيدني في ايه؟ اولا تو انشور ذات ذا ليبلز ار ويل ديفايند، لازم اتاكد تماما ان كل بن معمول لها ليبل زي كده. يعني هنا مثلا في الرسمه اللي هي لما كنا بناخد النورمال ديستريبيوشن، هكبر شويه عشان توضح برده الصوره. هنا الدرجات باينه من 1 ل 10 ادي بن، من 11 ل 20 ادي بن ثانيه، من 21 ل 30. اخدين بالكم ان هم نون اوفرلابنج؟ يعني ايه نون اوفرلابنج؟ يعني انا انتهيت ب 30، اللي بعدها تبدا ب 31، ما ينفعش تنتهي ب 30 وابدا ب 30، كده هيحصل مشكله من ضمن المشاكل اللي هنتكلم عليها. فهنا موضوع البيننج المقصود بيه ان هو يغطي الفول كفر لكل الرينج، ولازم يكون ليبلز عناوين، كل بن ليها عنوان. ايضا ايدنتيفاي باوندريز as inclusive or exclusive، وهنا لازم الباوندريز اللي هي الفوارق بقى لازم تكون كامله حصريه متعرفه، هل في تداخل ولا مفيش تداخل؟ طبعا من الافضل ان ما يكونش في تداخل. The collection of bin must cover every possible value in the entire range، ده لازم البنز بتاعتي تغطي كل رينج، زي ما شفنا فوق الدرجات من 0 ل 100 متغطيه، مفيش درجات ثانيه؟ لا مفيش، يبقى انا مغطي كل الكفر بتاعي. Each value in that range must fall into only one bin، ودي من الحاجات المهمة قوي ودي اللي هنتكلم عليها في اللي جاية. كل قيمة يجب انها تقع في بن واحد. على سبيل المثال انا عندي فوق البن اللي كانت فوق، كانت نكبر الصورة تاني، هنقول سي ان شاء الله من 90 الرينج اللي هو البن دي من 81 ل 90، والبن اللي بعدها 91 ل 100. فرضا لو واحد جايب 90.5 او 90.8، احطه فين؟ احطه في البين الاولى ولا في البين الثانيه؟ دي لازم تكون مقررها الكسور فين، وعشان كده لازم الارقام كلها تكون معمول لها بنز عشان او متصنفه بحيث ما يحصلش اخطاء. فهنا هو كان بيقول في الجمله دي the collection must او each value in each range، كل قيمه في الرينج لازم تقع في كام بن؟ only one bin. ولذلك يطبعوا بقى على طول حاجه اللي هي المشكله دي. طب المشكله دي لو حصلت بيسموه ايه؟ المشكله دي لو حصلت على طول مباشره يسموه فازي كلاسيفيكيشن. الفازي كلاسيفيكيشن هو نوع من انواع التصنيف، بس الفاليو مالها بقى؟ دي ممكن تيجي مالتيبل تشويس، مي بي ان 1 او ان مور ذان 1 بن. لو انا عندي الكلاسيفيكيشن بتاعي ولقيت ان عندي قيمه واحده موجوده في اكتر من بن، على سبيل المثال والمثال اللي هو بيديه بيقول ان عندي مقاييس للطول، فيري تول طويل جدا، طول طويل، ميديوم، متوسط، شورت، فيري شورت. بيقول احصائيات ان 20% ولو واحد طوله 6 فيت
6 فيت دي يعني تقريبا 180 182، لان الفيت الواحد القدم الواحده ب 30 سم. فهنا بيقول ان لو واحد طوله 6 فيت تمام، 20% من الناس هتعتبره فيري تول، يعني 20% من الناس هتقول ان ده طويل جدا، 70% منهم هيقولوا لا ده طويل بس، و10% هيقولوا ميديوم. كده في الحاله دي الراجل ال 6 فيت ده ممكن احطه في كام بن محتوى؟ احطه في التول ولا الفيري تول ولا في الميديوم؟ ده اللي بيسموه الفازي كلاسيفيكيشن، بس على اساس لو ايه، لو جاب عليه سؤال. النقطه اللي بعد كده بيتكلم على حاجه اسمها الاكسبيرمنتس، التجارب المعمليه، الاكسبيرمنتال ديزاين والتصميم التجارب. فبيقول فورمال ريسيرش، فورمال ريسيرش يعني الابحاث العلميه او اللي هي الرسميه، بتبحث انها تكون مبنيه على نوعين من الدراسات. اي بحث رسمي هيكون بيظهر نتيجه نوعين من الدراسات، يا اما دراسات استنتاجيه بيسموها اوبزرفيشنال ستاديز، واحد بيعمل دراسات عايز يطلع بحث علمي، فهو اما هيستنتج او هيعمل تجارب علميه معمليه. فالاوبزرفيشنال ستاديز اللي هي التجارب الاستنتاجيه بيقول data is collected in a situation outside the control of researcher، يعني البيانات انا جمعتها خارج اطار الابحاث تمام. مثال when analyzing an outcome of a particular policy، يعني انا بعمل تحليل او مخرجات سياسه ما تم تطبيقها في الدعايه، هل الماركتنج بتاعي انا بعمل تجميع بناء على المخرجات النهائيه وصلت لايه، فدي زي ما بيقولوا استنتاج، بستنتج. اما الدراسه اللي هي المعمليه او ان انا بعمل اكسبيرمنت تجربه، لا ده انا بجرب حاجه، يبقى انا بيقول which are procedures، يعني هي اجراءات فعليه specially designed، مخصصه او تم تصميمها خصيصا عشان اختبر الفرضيات، اختبر الفرضيات والافكار اللي السيستم ما شغال عليها. فهو هنا زي ما بيقولوا بيتست، بيعمل تيستنج بقى فعلي تمام. على سبيل المثال حطيت داتا بيز وعايز اشوف الداتا بيز شغاله كويس ولا لا، فبعمل عليها تيستنج، بعمل لها مثلا بزود عليها الداتا اشوف هل الترافيك بتاعتها هل هتقدر تتعامل معاها ولا هتهالت وهكذا. فكده دي الفرق بين دي، ان دي دراسه بحثيه واحد بيستنتج والتاني بيجرب بايده، وكأن حاجه نظريه ثيوريتيكال وحاجه عمليه اللي هي الاكسبيرمنت. اخر حاجه عندنا في السكشن دي معلش طويله شويه، بيقول working with textual data اللي هي التعامل مع البيانات النصيه. بيقول there are numerous analytical tasks، يعني في عدد كبير جدا من التحليل او مهام التحليل اللي بتتعامل مع السترينجز النصوص تمام. من بينهم ثلاث عمليات اساسيه، هو ده المهم اللي فيهم discovery اكتشاف، ان انا اكتشف and mark واعمل علامه، يعني احط علامه all strings that contain اللي فيهم الحروف اللي فيها sequence of characters، فيها متسلسله حروف متسلسله لازم اكتشفها. هل في زي مثلا ستودنت اي ديز، ممكن اقول ستودنت 1 ستودنت 2، فهنا في سيكونس للحروف مع ارقام. او ان انا اعمل عمليه ريبليسمنت تو فايند اند ريبليس اوكيرنسز اوف سترينج كونتيننج سيرتن سب سترينج، ان انا اعمل احلال لكلمات فيها حروف معينه، اعمل احلال ريبليس لحروف نتيجه انها فيها certain strings with updated version بنسخه جديده. مثلا انا كان عندي st1 st2، لا انا هبدلها خليها student كامله 1 student، فدي عمليه replacement. extraction استخلاص او الحصول على to extract the pattern matched from text string and return it in a variable، ان انا استخلص بعض النصوص واعبي النصوص دي في variable، زي ما احنا كده بنعمل research على الانترنت او نعمل search، السيرش ده بيطلع في شكل output، هل اقدر اخزن الاوتبوت ده في فاريبل؟ طبعا هي بتبقى خاصه بالبروجرامنج لانجوج اكتر. اخر حاجه خلاص ريشيبنج داتا سيتس فور ريبورتنج، دلوقتي انا عندي مطالب مني ان اعمل تقرير، والتقرير ده هيطلع في شكل نصوص، طب ايه اللي اقدر اعمله؟ قال لك لو انا عندي تيبل، على سبيل المثال لو انا عندي تيبل وعايز اعمل تحليل واطلع ريبورت في الاخر، طب الريبورت ده من الافضل انه ما يكونش جدول كامل، يعني لو انا عندي جدول مليان عملاء المدير مش عايز كل العملاء وبياناتهم، وعايز العميل اسمه عنوانه اشترى قد ايه باع وهكذا. فبيقول there are several ways in which table may be reshaped يتشكل for analysis للتحليل. اول طريقه لتغيير شكل جدول واحوله الريبورت ان انا remove rows or columns، اشيل بعض الصفوف او اشيل بعض الاعمده، او joining tables زي كده ما هنشوف وقت ما نيجي ناخد الداتابيز، ان انا هعرف ان انا مثلا بيانات العملاء في جدول وبيانات المبيعات في جدول تاني، فانا لازم اربط العميل بعمليه الشراء بتاعته. Transposing rows and columns. Transposing rows and columns يعني اقدر انقل صفوف من مكان واعبيها في مكان تاني، او اعبيها في جدول تاني، او اعبيها في شكل ريبورت تاني او اعمده. Wide versus long format، الفورمات طبعا حدث ولا حرج، الشكل مثلا بتاع التاريخ هل هو long ولا short، يعني التاريخ رقم شهر رقم سنة، سوري رقم شهر ورقم اليوم
او تاريخ اليوم والسنة، ولا اكتبهم تيوزداي وينزداي واسم الشهر. واقدر برضو اعمل هيراركيز اللي هي البيانات المتسلسلة من بعضها زي كده، طالب والمواد بتاعته اقدر اعمل لهم زي تري ستراكشر اللي هي شكل الشجرة، طالب بالمواد اللي سجلها لغاية اخر حاجة بالجريدز بتاعته. ده شكل اللي هي الاشكال اللي اقدر اعمل عليها تعامل على التكستشوال اللي هي النصوص. كده يبقى خلصنا البارت الرابع. انا عارف الكلام النظري الكتير ممل، بس هي للاسف يعني الماده فيها كلام نظري كتير جدا. هي دي النقطه. بالتوفيق للجميع، نشوفكم في السكشن اللي جاي باذن الله.